جالس في القهوه ما علينا ما بينا جالسين حنا واحد الصديق ديالي راه عندي شاهد امام المحكمه ماشي صادق الا جاتنا به القهوه والشهاده الله واحد ما ضربني بيده هذا قال لي ما فيها ب... ما فيها باس راه جيت طرف ما كاينش مشكل بقات يكب عليا الماء واحد اللقطه وقفوا عليا بجوجهم واحد شير عليا بحجره وهرب للدار تبعتو انا للدار اساس نتبرى نوض مول العقل شنق عليا واحد الشنقه خياليه بقاو عليا الدراري غير يرجع بحالك راه هادو راه غادي يدخلوك للداخل وغادي يلبسوك المشكل وهادي وهادي هبطت بحالي السبب السبب اخويا التبرية السبب بقيت بقيت تنشوف فيه قال لي علاش تتشوف فيا قلت له واش لي عيني قال قلت له واش تحيد لي عيني قال لي ما نحيد عينك قال لي ولكن هادوك الشوفات بوحدهم قلت له سير بحالك اصاحبي بلا ما نوليو حنا وياك في شي مشاكل بلا تا حاجه الا دوك المشاكل علام تنقلب انا ناض ضربه فيا ضربه فيه جا خوه بقا تيتحامى معاه فكونا الدراري بقيت تنطرف في الماء توقفو عليا بواحد الجعبه زعبة الحديد ناض واحد شي ربح زراه هرب للدار تبعتو للدار اخويا منير هادشي اللي وقع خرج لي باس نقع عليا الدراري بقاو تيزروني قالوا لي لا الله تهبط بحالك لتحت هبطت بحالي لتحت تبعني باهم سنق عليا عاوتاني بقينا ضربة فيا ضربة فيك واحد الساعة تنحس راسي شداتني الطيارة درت هكا درت قالت لي جنوية في راسي الدورة اللي درت هكا نشوف شكون مورايا ضربني واحد بزعبة خوهم الصغير أساس بام هو سبب الرئيسي ديال الضربة تم الاعتقال ديالهم عند الجندارم تنتفاجئ النهار الأول أخويا مونير خرج بام بحالة صراح الجلسه الثانيه مشي هنا قالوا تتخرج شهادة طبيه ما شهاده طبيه خرجنا شهادة طبيه الجلسه الثالثه خرج ولدهم الصغير وانا دابا في هذا النار كنت نهضر في المباشر راه النار عندي جلسه واحد فيهم في حاله صراحه جوج في حاله صراحه باهم وواحد الولد ولدو الصغير راه في حاله صراحه حتى هو انا تنطلب من الله من السلطه تشد لي حقي حيت انا مضروب وراك شتي الضربه كي الضربه اللي عندي في الراس اخويا منير عمليه عندي تقرير العمليه عندي كلشي طروفه ديال نقدر نوريهم لك اخويا الطروفه ديال العظم نوريهم لك طروفه ديال العظم طروفه اخويا مازالين عندي محتفظ بهم في الثلاجه الطروفه ديال راسي السكانيرات هما عندي كلشي هما الوثائق كامله الرسميه اللي قانونيه درتها وهاد السيد هذا ما ضربش واقيلا تنقول لك شهرين ما ضربهاش وهذا الموضوع كامل هذا ماشي جو الحب ابتدائي اخويا منير هذا خصو يكون محاوله القتل حيت انا جاتني الضربه اخويا منير جاتني من اللور انا مشانق مع باهم حتى جاني من اللور الدوره اللي درت السنه ديالي انت تتشوفها كنت مركب السنه فعلا ولكن يطيروها لي انا مازلت نطلع ونهبط هما جوج في حاله صراح عندي كل شيء اخويا منير اجراءات لازمه كامله عندي مازال عندي رونديفو دابا تنطلع ونهبط عند الطبيب ما عرفت حتى خويا السبب انا السبب هو على من هاد الناس تنهضر انا على هاد السبب هذا علاش هاد السيد هذا في حالة صراح واحد في حالة صراح ونزيدو الثاني عندي اخويا 34 يوم النداء ديالي شدو لي حقي وهاد الناس هادو اللي تلقوا في حالة صراح راه مازال تنشوف منهم تهديدات ومازال بزاف د الحوايج ومازال تنسمع الهضره بزاف بلا هاد السيد هذا والله لا دوزناها لواش انا مضروب مازال حاليا ولدهم صغير هددني في الحومة دايز بموتور قال لي احنا حنا المحكمة نتلاقو مور المحكمة تكون هدرة اخرى واش دابا حنا ما عندنا قانون في هاد البلاد راه كاين القانون الحمد لله علاش انا درت الإجراءات القانونية باش يجدوا لي حقي وانا هاد الحق اخويا ما شدتوش اخويا منير تنطلب من الله ومن المحكمة تيكون موقرة المحكمة الموقرة تعطيني حقي هادشي اللي تنطلب